كالكفالة اليتيم في الإنفاق فقط أم أي عمل تقوم به اليتيم؟ الكفالة على قسمين، كفالة بالمال والنفقة، كفالة بالمال والنفقة، وكفالة بالمال فقط، عفوا، كفالة بالمال والنفقة، وكفالة برعايته وتدبير شؤونه، ترتيب أموره. فالكفالة بالمال، الكفالة بالمال لها أجر، والكفالة عليه القيام بأمره وتأديبه وترتيب أموره كفالة، والإثنان معا أفضل بلا شك.